تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة ورؤساء الوزارات وأولياء العهود، ضمنها سموه أطيب تهانيه بهذه المناسبة وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولبلدانهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة دوام التقدم والتطور، داعيا الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام أمن وسلام وازدهار على بلدان وشعوب العالم كافة.